مشعباتي أخذوا جميعا بحديث الترهات وأما ورب المسجدين كليهما وأما ورب منا ورب الراقصات وأما ورب البيت ذي الأستار والمسعى وزمزم والهدايا المشعرات إن الذي خلقت له الدنيا وما فيها لنازلة تجل عن الصفات فلينظر الرجل اللبيب لنفسه فجميع ما هو كائن لا بد آتي عش ما بدا لك أن تعيش بغبطة ما أضرب المحيا الطويل من الممات فتجاف عن دار الغرور وعن دواعيها وكن متوقعا للحادثات أين الملوك ذو العساكر والمنابر والدساكر والقصور المشرفات والملهيات فمن لها والغاديات الرائحات من الجياد الصافنات هم بين أطباق التراب فنادهم أهل الديار الخاويات الخاديات هل فيكم من مخبر حيث استقر قرار أرواح العظام الباليات فلقل ما لبث العوائد بعدكم ولقل ما ذرفت عيون الباكيات والدهر لا يبقي على نكباته ثم الجبال الراسيات الشامخات من كان يخشى الله أصبح رحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين.